بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، أتابع دائما وأنتم دائما تتابعون هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة هنا من أرضية هذا الميدان. أذهب هناك إلى ضبع محمد بن عبد الله بن أحمد بن زعل الفلاسي، وفي المركز الثاني هناك راهية خليفة بن سيب بن شاسب المسافري، وثالثا هنا جو سعود بن محمد بن معضد بن هويدن الاجتبي، وفي المركز الرابع ما شاء الله من تأتي في هذه اللحظات ملمومة لسلطان بن بطي بن سعيد بن محمد الشامسي، وفي المركز الخامس اللي هو وايل في خامس المراكز محمد بن علي بن عبيد بن رشيد الاجتبي. ها هي النتيجة حاضرة هنا في هذا الانطلاق الجميل، في هذا الانطلاق المميز. نتمنى ان شاء الله التوفيق. يلا اللي هي ضبع في المركز الاول محمد بن عبد الله بن زعل الفلاسي، من يقدم ضبع على الصدارة النقلة. على المركز الثاني تبارك الرحمن، اللي في المركز الثاني راهية خليفة بن سيب بن شاسب المسافري، وفي المركز الثالث ايضا جو لسعود بن محمد بن معضد بن هويدن الاجتبي، وفي المركز الله يا هوايل، الله يا هوايل، اول يا هوايل محمد بن علي بن عبيد بن رشيد الاجتبي. هكذا كانت نتيجتنا للمراكز، دعناها عليكم بالهو تمام. ضبا 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 مع الحين اشركوهن، هاي هي اللي قالوا عنها الضبا. يلا يا بن زعل، يا بن زعل، يلا يا ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن احمد بن زعل الفلاسي. ما شاء الله تبارك الرحمن، تحانينا والناموس لك يا ابو عبد الله على هذا الاداء. شكرا يا الشاعر. المركز الثاني محمد بن علي بن عبيد بن رشيد، المركز الثالث هناك للسيد سلطان بن بطي بن سعيد محمد الشامسي، المركز الرابع سعود بن محمد بن معضد بن هويدن. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه، دقيقتين 17 ثانية 90 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.